حلقتنا لليوم مميزة بالأخص لعشاق جيب برانجلر. مع اليوم روبيكون 392 8 سيلندر. بس قبل ما نبلش نحكي عن هالسيارة رح أقطعكم فيديو سريع رح يكون مصور فيه بتليفون فيفو X80 برو الجديد الكاميرته الرائعة 50 ميجا بيكسل. رح ناخد فيديو سريع ومنرجع نحكي عن روبيكون 392. إذا بنحكي عن شكل خارجي عندك الواجهة الأمامية البامبر عم يجي ستيل، أضواء عم تجي LED، كاميرا أمامية موجودة بالوسط على الكالندر، عندك ضو هون هيدا بتعوزه للصحراء، وهالفتحة الموجودة بالوسط على غطى المحرك هيدي كرمال هي تقنية جديدة مستخدمتها الجيب رانجلر على الروبيكون، كرمال يفصل الماي عن الهواء. هلا بفتح لك الغطى المحرك وبتشوف من جوا كيف تقسيم صاير. لوجو 392 موجود على الميلتين على غطى المحرك، وهون كمان موجود كلمة روبيكون. من الجنب بتشوفوا انه معلق 2 انش يعني 5 سنتيمتر. الطاير عم بيجوا 33 انش من بي اف جودريتش، رينج 17 انش بادلوك يعني قادر تنزل هواء لمعدل الخمسة والطاير ما بيطلع عن الرينج. لك من جوا سسبنشن فوك سسبنشن. من الجنب هون كلمة جيب رانجلر انليميتد، هون تريل ريتد 4x4. ومن الخلف الأضواء عم يجوا LED، الكاميرا الخلفية موجودة بالطاير الخلفي هون بالوسط، وأهم شيء الاكزوست 4 اكزوست، صوت رائع. وهلا رح نسمعه نحن سايقين. وعندك توين كيت وفوغ لايت موجودين بالبامبر وسنسر خلفي. اللون المميز الأزرق على هالسيارة، في 9 ألوان مختلفة فيكم تختاروا بينهم. هلا صار وقت نعمل تجربة القيادة. هذه هي داخلية الروبيكون 392. هلا عجلة القيادة جديدة بالكامل. كيف بتعرف انه انت عم تسوق روبيكون 392؟ عندك درزات عم يجوا اول شيء بالكراسي ولوجو روبيكون 392 باللون الاورنج، ودرزات حتى على الكراسي باللون الاورنج. الجير مع الهاند بريك حتى بتشوف فيه تطريزة لون الاورنج، وعلى البواب. هلا من الفيتشرز الموجودة اكيد عندك السكرين تاتش سكرين بالوسط قياسها 8.4 انش، يو كونكت فيك توصل فيها موبايل ان كان ابل كار بلاي ولا اندرويد. هالسكرين تاتشها سريع، بعطيك مواصفات كل شيء عن السيارة. هالسكرين فيها ابس بتعطيك معلومات كل شيء بدك تعرفها عن السيارة بالاخص للأوفرود. في عندك اب اسمها اوف رود بيجز، سو بتعطيك معلومات مثل الستيرنج انجل، ترانسفير كيس، سوي بار، الفرونت انجل، الرير كمان اكس انجل، وحراره الزيت، حراره السياره، البطاريه قد ايه بعد فيها الاول بريشر، والحراره الخارجيه. كاميرا قدام وورا، الكاميرا فيها صورتها كثير نقيه. ومن كمان المواصفات عندك نافيجيشن والراديو، السبيكر عم يجوا من شركة ألباين، ساوند سيستم كتير حلو. تحت السكرين عندك أزرار التحكم بالاي سي، عندك مخرج اوكسيلري و يو اس بي، اليو اس بي تايب سي. ومن المواصفات كمان موجودة مثل فيك
بتسخن الكرسي السايق والكرسي اللي حدا وعجلة الإيادة، بس هيدي المواصفة مش كتير بتعوزها ببلدنا لأنه بلد حار. أكيد هيدي واحد بعوزها ببلدان أكتر باردة مثل بأوروبا. تحت عندك زر التحكم بالديفلوب، فيك بس من ورا فيك قدام ورا. الأكسات صاروا صلبين تقووا، وهني وايت تراك دانا 44 أكس. عطول الروبيكون 392 هو 4 ويل درايف، اكيد عندك اللو والهاي. هلا اذا بنحكي على البرفورمانس، روبيكون 392 هو عم بيجي 8 سلندر 6.4 لتر، عم بيولد 470 حصان و 637 نيوتن متر من التورك. انطلاقه بتاخذ من 0 ل 100 4.5 ثواني، وكورتر مايل عم ياخد 13 ثانية. اما الجير عم يجي من 8 غيارات اوتوماتيكي، وعندك اوبشن تحكم فيه من هاللمس الرياضية من البيدال شيفت موجودين بعجلة القيادة. سوقتها ريبكون 392 كتير نامي، ان كان على الطريق وحتى بالأوفرود صحراء ولا اماكن وعرة مثل صخرية. هذا الشيء بيرجع على سسبنشن، الفوكس سسبنشن كتير عم تعطيه نعومة وسلسة بالسواقة. والشيء يعني اللي بقي اهم شيء بهالسياره هو هالمحرك 8 سلندر. يعني اليوم السيارات قدنا فيها عم تصغر هالمحرك، عم تصغر محركاتها، بينما اليوم عم يجيك محرك 8 سلندر جاي من الشركه. يعني مش انه عم تطلع تعدله برا بشركه برا وعم ترجع انت الشركه عم تعطيك اياه لتسوقه، لا هي عم تعطيك اياه خالص مخلص معدل من شركه جيب. فقوة مش طبيعية، حتى انطلاقته بالارض بس تطلع يعني بنزين وفريم بتحس بقبوزه هيك انت وسيه وبشب شب وبيطلع. الحلو فيها كمان هالمحرك انه اذا انت كنت على مثلا هاي واي منك كتير مسرع بينزل السيلندر، بلا ما تكون سيئة مثلا على 8 سيلندر بينزل للأربع سيلندر. هذا الشيء عم بيساعد باستهلاك الوقود. لا فتنا نعمل شوية أوفرود نجربه، رح اعمله باماكن صخريه وحتى رح ارجع فوت فيه على الصحراء. هلا كالتوازن بتحسه 100% بهالسياره لانه عدلوا كتير، بما انه هالمحرك 8 سلندر عدلوا كتير على شاسي السياره، وحتى الكراسي الموتور كلها تغيرت. اللي حبيت بهالروبيكون 392 انه التسارع تبعه كانك سايق سياره عاديه، وبتنبسط حتى بصوت الاكزوست هالهدره اللي فيها صوت الكرانكات، بتنبسط انت وسايق يعني كانك سايق سياره سبور. هلا بدي اسمعكم صوت التسارع. سياره تشيب برانجلر روبيكون قدراتها بالأوفرود خيالية. صح ما سقتها كتير هالسيارة، بس يومين بس بهاليومين عشقتها، إن كان على الطرقات العادية ولا بس طلعت فيها وجربتها بالأوفرود. بنصحكم أنتو كمان جربوا هالسيارة. إذا عندكم أي استفسار فيكم تتركولي كومنت وأنا برجع لكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك على الفيديو. شوفكم بحلقة جديدة. ترونا باي.